ما هي إمارات دولة الإمارات؟ دولة الإمارات هي واحدة من الدول العربية التي تقع في قارة آسيا، في الجهة الجنوبية الغربية منها، وتحديدا في الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية. وتبلغ مساحة أراضيها 83,600 كيلومتر مربع. يتحدث سكانها اللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية، كما يدين سكانها بالديانة الإسلامية. يبلغ عدد الإمارات 7 إمارات. أولا، إمارة الفجيرة تبلغ مساحة أراضيها 1,165 كيلومتر مربع، وعملتها الرسمية هي الدرهم الإماراتي، وتتألف من جزئين منفصلين، جزء مطل على الخليج العربي وجزء يطل على خليج عمان. من مدنها مسافي والفجيرة ودبل فجيرة، الطيبة، حبحب، مربح، قراط. ومن أهم آثارها التاريخية قلعة الفجيرة وقلعة البثنة وقلعة دبل فجيرة. الإمارة الثانية هي إمارة رأس الخيمة، تقع جغرافيا في أقصى الجهة الشمالية من شبه الجزيرة العربية، حيث أنها تطل على الخليج العربي. يبلغ عدد سكانها 200,000 نسمة، وذلك حسب إحصائيات سنة 2005. وقد انضمت إلى دولة الإمارات في العام 1972، ويعتمد اقتصادها على كل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، مثل صناعة القوارب واللؤلؤ والإسمنت والصناعة الاستخراجية، وعلى المصارف المالية. الإمارة الثالثة هي إمارة أم القيوين، اسمها الأصلي هو أم القوتين، وسميت بذلك بسبب قوتها البحرية وقوتها البرية، ولكن عندما أصبحت واحدة من الإمارات سميت بأم القيوين. وتبلغ مساحة أراضيها 755 كيلومتر مربع. ويتبع الإمارة عدة مناطق، منها السلمة، الدرر، جزيرة السينية، الراعفة، سويحات، وتل الأبرق، والرملة، واللبسة. رابع الإمارات هي إمارة عجمان، تسمى محليا باسم عيمان، وتعتبر من أصغر الإمارات من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحة أراضيها 460 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 300,000 نسمة. وتقسم الإمارة إلى العديد من المناطق، منها منطقة الحليو، منطقة الرميلة، منطقة الجرف، ومنطقة الراشدية، منطقة البستان، ومنطقة النعيمية. رابع الإمارات هي إمارة أبو ظبي، هي عاصمة دولة الإمارات، وتبلغ مساحة أراضيها 67,340 كيلومتر مربع. عدد سكانها يبلغ 2,657,000 نسمة، وذلك حسب إحصائية سنة 2014. ومن مدنها الأساسية الرويس، الشهامة، ومن الجزر التابعة لها جزيرة دلما. خامس الإمارات هي إمارة دبي، تبلغ مساحة أراضيها 4,114 كيلومتر مربع، وتعد العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة وقطاع العقارات والتجارة والخدمات المالية. وأخيرا إمارة الشارقة، تعتبر الإمارة الوحيدة من الإمارات السبع التي لها شواطئ من الجانبين، حيث لها شاطئ مطل على خليج عمان وشاطئ مطل على الخليج العربي. وتبلغ مساحة أراضيها 2,590 كيلومتر مربع. ومن مدنها كلبة ودبا الحصن والحمرية وخور فكان والذيد وجزيرة أبو موسى. وفي سنة 1998 نالت لقب عاصمة الثقافة العربية، كما أنها في العام نفسه نالت جائزة منظمة اليونسكو.